يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قول المؤلف رحمه الله أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش أنه لا يجوز التعبير بهذا اللفظ إلا لله؟ إن الله لم يذكر أنه استوى على شيء إلا على العرش. ابحث في القرآن وفي السنة ما تجد أن الله استوى على شيء إلا على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، فوق المخلوقات كلها. العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها. ما ذكر الله أنه استوى على الأرض أو على الدابة أو على الجبل أو على نعم. وهل يجوز أن أقول للمخلوق إنه استوى على السيارة أو على السرير؟ الله قال هذا، الله قال هذا. وتذكر نعمة رب إذا استويتم عليه تقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تستوي على الفلك أو على الدابة يعني تركب عليها فوقها، أو تركب فوق. استوى على سوقه يعني الزرع، السنبل استوى على القصب يعني ارتفع عليه. الله ذكر في المخلوق أنه يستوي على الأشياء. نعم.